كوكو، السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا ملاح يا ربي. انا لاباس الحمد لله، ان شاء الله تكونوا تفوتوا في اون بال جورني. مرحبا بكم معايا في قناتكم السوميه دي زاد في نوفل فيديو، واللي راح يكون اليوم هذا الفيديو على مشتريات الجهاز اللي الملابس الخارجه اللي تخرجي فيهم برا، وانتيا والذوق نتاعك، وانتيا وشي حاب راجلك تلبسي، يعني انتيا وش راكم متفاهمين باش كيفاش تخرجي، لانه هذه تكون قبل ما تشري باش هكذاك ما يصير لكش ديكالاج، وش يعني تدي صوالح ومن بعد يقول لك لا لا. نعرفوا هذاك الانقلاب كامل. يعني انتي شوفي على حسب الزوج تاعك وش يحب تلبسي، واذا كنتو متفاهمين يعني هذيك تبقى خصوصية بيناتكم. عن نفسي راح نوريكم البسات تاع الحجاب، حجابات مستورين. اذا كنتي مخطوبة على فترة طويلة اكيد راح يكفيك الحال باش تبداي تماريي في غرضك وتشري صوالح بزاف، واللي ما يكفيهاش الحال راح نوري لك غير الحوايج اللي ديتهم انايا، وممكن تدي فكرة. وثانيك ادو على حساب الفصل اللي راكم رايحين فيه، يعني باش هكذاك تكفيكم الدراهم. اذا رايحين في الشتاء ادو صوالح الشتاء اكثر، اذا رايحين في الصيف ادو ماشي معناها ما تدوش، ادو هاك وهاك ميلونج، مي ادي الفصل اللي راح فيها اكثر باش هكذاك تلبسيهم اكثر. وكي ومن بعد هذاك الفصل اللي راح تروحي له، ومن بعد هذاك راكي تشري له في غرضك. هذه اذا كنتي مخطوبه بالزربه، يعني عرسك بالزربه، ادي على حسب الفصل اللي راح تروحي فيه. الوغ ما تنساوش تابوني اسفل لا فيديو، ابوني وتفعلوا الجرس، تفعلوا لا كلوش هكذاك باش كل ما نحط لا فيديو تطلع لكم اوتوماتيكمون. ما عليا غير نخليكم في لا سويت على فيديو، فرجه ممتعه. اول حاجه اللي كنت ديتها للشتا، انا ما كثرتش بزاف سوال الشتا، ديت غير حبات، وكان اللي مازال ما كملتهمش. قلت كنا نروح نزيد نعرف واش نشري انايا. دوك نوريكم لاليكات، نورمالمون راه يبان لكم هنا اورانج، ما هي روج بريك. كنت ديتها تجي هي مفتوحه، يعني لازم ندير لها بودي من تحت، تجي كامل فيها ضفاير هنايا، ومنها غير كوتي سامبل، وثاني في اليدين فيها ضفاير وفيها قلمونة. هي خشينة بزاف البنات، يعني تقدروا تلبسوها نهار اللي يكون بارد. هي لقيتها البري تاعها 520 ألف، مي أنايا كنت السولد بس كنت شريتها في الربيع، كان اللي كيدي اديتها 350 ألف. كنت مريت لها هذا الساك اللي راح نديرو على الكوتي هكذاك، وهنا ثاني راح نشري من بعد محزمة هنايا نوار. وكنت شريت هدايا السروال هدايا اللي مريتو لها، وهو خارج توندونس هدايا تاع العاطفه هدايا. وثاني وحدة للشتا اللي كنت ديتها هي هادية، هذا التريكو كانت شريته لأختي، والله ما على بالي شحال شريته. جاي سامبل غير في الكوتي، منا ومنا فيه موتيفا بريونتي، وهذا السروال، هذا السروال كنت شريته 200 ألف. ديجا لبسته زوج مرات، جاني بزاف هايل، ومريت له هذايا التريكو.
ما يجي مع باسكيت ولا بابي، يجي بزاف هايل من فوقه مونتو. كنت ديت هدايا تريكو هذا تاع الشتاء، هدايا مازال ما ماريتلو سروال مي. راح نديرو تحت المونتو فيه لانسيم هذا تاع البومة اللي نموت عليه. هذا نتاع النهار ما هو بارد ما هو سخون، يعني بس ما هوش خشين خشين بزاف نورمال، وما هو جاي قصير شوية ما تقدريش تخرجي به برا، يعني تلبسيه غير من تحته، ما راهوش طويل بزاف. هذا 150 ألف. وهذه لاغو بتاع الخريف اللي كنت لقيتها ثاني صولد، تقولوا لي غير تقابري غير في الصولد؟ لا والله والو، بسك كي تخطبت انا بريدة كانوا يديروا في الصولد. اذا ديت هذه لاغو بهذه، هذا الخيمة اللي راح نمريه معاها بس كاين الباج، وشريت لها هذا الساك هذايا، تجي في اليدين مغلوقة هكذاك، تجي غونفلي كامل ومغلقة من الفوق، وفيها الحزام تاعها هنايا وفيرميتور على الكوتي. هذه ما تنجمي اذا كنتي تنجمي تعقدي فيها اذا كنتي في فصل الربيع، تجي بزاف هايلة، وتجي فورم من تحت كي تكون ملبوسة تبان احسن من هكذا، بس هكذا ما راهيش باينة كامل. مريت لها صندل بيج، تروك نروحو لصوالح الصيف اللي كنت اديت ثلاثة او ربع صوالح. كنت اديت هدايا الطايور هدايا اللي جاية شوميز وحدها شريتها، ومريت لها هذا لجيب. في اليدين دي شوية ترونسبارون، مي راح ندير لي مانش، نجيو فيها هادو لي بيرل. وهذا لا جي بي جي فورم شوية، البري تاعهم راح نخليهم لكم هنايا. احنا بسمعها هذا الساك كما تعرفوا الصيف لازم نلبسو الوان تكون ماشي قاصحه على العين، تكون خفيفه شويه. فاذا خيرت هذيك بلون ولا جوب روز، ومعاهم بابي تجي بزاف هايله. وهذا الكوستيم اللي كنت خيطته على الخياط، جابوا لي سوا سوا كيما راني حابه انايا. دروك نخليكم لا فوتو تاعو هنايا، بس كديتها له قلت له خيط لي كيف هذا باش يبان لكم مليح، هكذاك ماش باين كي ماهوش ملبوس. مريت له هذاك الخمار وهذا الساك وهذه الساندال. هو جاي في اليدين كيما هكذاك، جاي مستف منه ومغلق، وهنايا جايين لي بوتون لتحته. تديتو في هذا الغاز ما راهوش باين لكم هنايا، غاز بالموف، وهذا السروال تاعو كي يجي طالع الفوق يبان احسن، كي تلبس يبان. ما يخلي لكم فوتو هنايا، هذا كان الكوستيم الاول اللي ديتو. ممكن نعقد في هذا والله ما على بالي، على حسب الفصل.
ثاني حاجة اللي كنت خيطتها هذه العباية هذه. هذه جي ستيل فورم من تحتها، وكنت مريت لها هذا السروال الغاز مع هذه الصندال هذه. وكنت مريت لها هذا باش نكاسي شوية، نكاسي البلو والغاز بيسك الخمار جاي باج، ومنا تجي في اليدين فيها هاد العفسة اللي تجي مفتوحة منا كي تلبس بين حاجة واحدة اخرى هنا. والله ما راه يبان لكم حاجة، مي ان شاء الله تكونوا اديتوا فكرة ابي بري. والان نكونوا وصلنا نهاية الفيديو، ان شاء الله يكونوا عجبوكم، ان شاء الله تكونوا اديتوا فكرة ابي بري واش تدو واش ما تدوش. وثاني ماشي اوبليجي باش تشري، يعني تنجمي تخيطي عند الخياطة اذا افيكاس. انا خيطة عند خياط يخدم الحاجة كيما تجيبيها له، ماشي كيما تقول لك واحدة نجيبها لك ومن بعد ما تجيبها. شفتوا الكوستيمات كيفاش واقفين؟ كي تلبسوا حاجة واحدة اخرى فينيسيون هي. اذا حابين لاباج تاع اللي خيط عنده اسمه محمد الخياط، الخياطة النسائية، اكتبوها باللغة العربية راح تطلع لكم. ما عليا غير نخليكم دروك في فيديو اخر ان شاء الله، وما تنساوش تخلو لي كومنتار حلوه كيما نتوما، وجام بارطاج لا فيديو اذا عجبكم. ما عليا غير نقولكم نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم حبيباتي، باي.